احتفاء بيوم الكتاب العربي السوري، أقامت الهيئة السورية للكتاب معرضا ضم الكثير من الكتب المتنوعة والعناوين والموضوعات المختلفة وبنسبة حسم 50%. هلا احتفاء بيوم الكتاب العربي السوري، قامت الهيئة السورية للكتاب طبعا برعاية السيدة الوزيرة بإقامة هاي المعرض من 9/5 لغاية 31/5 بنسبة حسم 50% على سعر الغلاف. معرض متنوع ويشمل مجموعة من العناوين والموضوعات، موضوعات متنوعة. بتحقق الهدف أكيد نشر الثقافة على أكبر صعيد ممكن ضمن المحافظة. أول شيء بتحفزهم على الثقافة، على متابعة القراءة، على اتجاههم لأساليب أدبية وعلمية. شهد المعرض الذي يهدف إلى التشجيع على القراءة ونشر الثقافة والوعي بأهمية الكتاب إقبالا كبيرا من أهالي المحافظة والمهتمين، ما دفع القائمين إلى تجديده لاستقبال واستيعاب الزوار. والله المعرض كثير ممتاز وكثير مهم بهاي الفترة، يعني أنه صار اقتناء الكتاب بصراحة بالوضع الاقتصادي اللي عم نعيشه للناس، اقتناء الكتاب كثير صعب. المبادرة اللي عم تعطينا حسم 50% عن سعر الغلاف، يعني في أسعار كثير كثير خيالية بالانخفاض، في عناوين كثير مهمة وفي تنوع رائع، يعني في شيء علمي، في شيء ثقافي، أدبي، فني، اجتماعي، في شيء للأطفال. طبعا ضروري، وأنا بنتي يعني من عمر تقريبا 3 شهور عودتها أني أقرأ لها قصص ورقية، لأنه صح يمكن أغلب الكتب موجودة بنقدر أن نحصلها إلكترونيا، بس بتضل علاقة مع الكتاب ومع الورق يعني مختلفة تماما. خير جليس في الزمان كتاب، مقولة ما زالت حاضرة وبقوة في أذهان أبناء السويداء. الإخبارية السورية، محافظة السويداء، شام حمدان.